دايما على طول مع الكابتن سعد سليط الله يرحمه في منتخب مصر. كان لعيب كبير. طبعا كابتن سعد الله يرحمه كان لعيب نص ملعب محوري مهم جدا سواء على المنتخب او سواء في النادي. صراحه منتخب كان مدرب من كوفيتش الغوسلافي ده كان بيعتمد عليه يعني في نص حته نص الملعب دي كان هو يعني زي ما تقول المسمار الساعه مع كابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر كان هو اللي بيظبط الدنيا. كان لعيب كبير لا عشان كده انت وهو خاصه فضلتوا محافظين على مكانكم في منتخب مصر فتره طويله جدا. انا رغم وجود نجوم الاهلي والزمالك لكن انتوا من الاقاليم يعتبروا حاجزين مكانكم بصفه مستمره. شوف يا كابتن اسام ايامينا اللي كان يدخل منتخب في وسط النجوم دي كان لازم يعرق دم مش عرق لا دم يعني لازم يمسك فيها عشان يكون موجود في منتخب مصر كبار يعني حاجه. فده طبعا كان نتيجه القدرات الامكانيات كانت قدرات كويسه بتاعتنا واحنا التزمنا وادينا واحترمنا الموقع اللي احنا كنا فيه ان احنا بنمثل مصر.